إلى ذلك زار وفد رفيع من منظمة الغذاء العالمي مطاحن البحر الأحمر في الحديدة عبر المنافذ المحررة، وأمنت القوات المشتركة عبور الوفد من مدينة عدن إلى المطاحن في مدينة الحديدة بعد تعنت ورفض من قبل الميليشيا الحوثية ومنعهم لمرورهم من مناطق سيطرتها. وطلع الوفد المكون من سارة فوليستيك وسيبستي مبرهاز وشاسة حافظ وكريستيان فورتير وتوحيد عبد الله على مدى جاهزية المطاحن لبدء العمل بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة. ومن المقرر أن تباشر مطاحن البحر الأحمر في الأسابيع القادمة تنقية نحو 55 ألف طن من مادة القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وأيضا تقوم بتوزيعها على المحتاجين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وسبق للميليشيات الحوثية أن استهدفت مطاحن البحر الأحمر عدة مرات بقصف مباشر تسبب باحتراق 2 من صوامع الغلال وإتلاف القمح فيها.